ساكنة في حي السلام، الملك نصره الله في الزنزال. هضر على هاد الريبان وهاد الشي وقال لهم كل اللي عنده الملك يستفد، وانا عندي الملك في هاد الحومة هادي وما استفدتش. استفدت في الكود، عطاوني 6 الكودات، قطعوا عليا دابا هاد 5 شهور هادي ما تيعطونيش الكود، وما جاتني 2 المليون وجاتني ورقه الهدم، ما جاني لا بلا لا والو. منين تنمشي للقياده، سيري اليوم غدا، سيري اليوم غدا، مده 5 شهور هادي ما داروا معايا حتى شي حاجه. منين مش درت شكايه لوالي الجهه قال لي بيرو 18، مشيت لبيرو 18 قالوا لي لا انت ما غاديش تستفدي، قالت لك القايده والمقدم بنتي ما ساكناش في هذيك الدار. الاستفاده الاولى اللي دار الملك تاع الترميم ما استفدتش منها، انا بقات داري هكاك. عاوتاني هاد الاستفاده ما بيجروا معايا والو. الله يجازيكم بخير اخوتي المغاربه، هاد الدار ما ساكناش فيها، ساكنه في واحد الدار اخرى، ودابا 4 شهور ما خلصتش مول الدار. مول الدار تيقول لي تخلصي ولا تخرجي، بهاد الخمسين اللي تعطوني هي باش نخلص في دار اخرى. ودابا نصر الله الملك، جلالة الملك نصره الله، الله يحفظه لينا ويخليه، ومن مناسبة عيد العرش الله يعمل سيدي ربي يشافيه ويخلي ليه وليداته ويرحم ليه وميمتو به، يتعاون معايا ويشوف لنا راه سيدنا اللي عطانا هاد المبادرة، راه ما عطانا حتى شي حد، راه حنا دايرين توكلنا في الله سبحانه الا هو وسيدنا. داري ولات خربة ما فيهاش ما يتشاف، الفقرة رايب، والحيط الزنقة واحد البيت رايب وتيدخلوا ليا منه، داو ليا هاد الترابز، داو ليا الكواب الروميين، داو ليا لابابويات، داو ليا الدفوف، داو ليا كل شيء. انا ما تنقدرش ندخل ليها دابا، ما تنقدرش نقعد فيها، راه الا دخلت تنولي كوني تنترعد، راه دابا تنصورو وتنترعدو معايا هاد الناس الله يجازيهم بخير ويحفظهم ويخلي ليهم وليداتهم. ها هما جاو داروا معايا هاد المبادره، والمبادره الكبيره هي انتم اخوتي المغاربه. بغيت اخويا انا غير يكملوا ليا دوك الدفعات تاولي ويعطوني باش نبني ويجيو يريبوا ليا هاد الشيء، راه ما عنديش فين نسكن.